البداية أنا وعيت على أبوي متوفي ومشاكل تصير بين عمامي وأمي أنا كنت بالأول ابتدائي أشوف عمامي عندي أخ وأخت أكبر مني فمني يجون عمامي تعاركون ويا أمي إحنا عند بيت جدي فيقولون دولي عمامي بعدين فهمت القصة شنو أنا أبوي متوفي وهم محافظات فهم عايفتهم وإن حقوق طبعا وعندنا هناك يعني حتى إلى ورث بس هي عافت كل شيء لان ما كانت مرتاحه وياهم واجت قعدت يم بيت جدي وامي موظفه فقدرنا بعدين تاخذ قرض وقدرنا نشتري يعني قطعه ارض وشوي شوي, شوي بنت يعني خلال اني يعني كنت بالابتدائيه نقول صحيح لانه ما ارتاحت بهذا المكان حست انه هي مضطهده حست انه هي غريبه بيناتهم حاولت ان تطلع وبنفس الوقت خروجها من البيت هي وبنتها صعب الحياه صعبه عندنا يعني مو من السهوله انه تفتح بيت وتحافظ على بيت يعني لازم احنا نقول رجال يكون وياها موجود فالحياه يعني صراع الام صار ابائها ثقيل حتى لو كانت مضطهده عند عيالها خلينا نقول او يعني امام البنيه بس اسم انه اكو اكو رجال وراها هذه هنا نقطه تختلف طلعت للمتوسطة أنا يعني, يعني كلها تشهد بجمالي وحتى كانوا المعلمات يعني مخلين عينهم علي واسمعهم هاي اخذ هالبنتي هيك لابني وكنت دائما اسمع بهذا الشيء فأنا حبيت هذا هذا موضوع الزواج من صرت بالمتوسطة اختي اكبر مني فاختي جت قسمة وزوجة شفت الفرحة وشفت شلون تحضير للعرس وشفت اختي شلون يعني كل المراحل التجهيز مالتها والصالون الحنه والعرس والسبعه وعيد زواجها فاني كنت اتمنى وحتى مصارحه اختي قلت لها اني لو يجيني شخص هسه اتزوج. مساله طبيعيه راح يتهيأ لها انه انه الزواج مجرد انه بدله وهلاهل وخلص ما راح تفكر انه مسؤوليه وبعدين احيانا يكون الجمال نقمه. جمال يكون نقمه على على نفسه يعني اذا كان ولد او بنت. فهنا البنت تنغر تنغر بجمالها تنغر انه هذه حلوه انت حلوه انت حلوه بعدين توقع بمطب ما تقدر تطلع من عنده. تاثير زواج القاصرات بشكل عام الاجتماعي والقانوني، بالنسبه للنظره الاجتماعيه للزوجه القاصره هي تكون غير مدركه وغير فاهمه لطبيعه الحياه الزوجيه. وهذا امر يسبب لها خلل في ممارسه الحياه الزوجيه بكل اشكالها، اليوم لما تكون عمرها 15 الى 14 سنه ما تتحمل نتيجه اطفال وتربيه اطفال ووصول الى وصول الى بناء اسره سليمه، هذا من الناحيه الاجتماعيه، اما من الناحيه القانونيه، من الناحيه القانونيه حقيقه القانون قانون الاحوال الشخصيه يعني فرض على انه تكون اذن لولي الامر. زين وتكون حالتها البدنيه حاله سليمه يلا يعطي القاضي اذن بالزواج. <applause> نعم اغلب العوائل العراقيه مع الاسف يتخ... يسوون عقد خارج المحكمه بالنسبه للزوجه للزوجه يعني القاصر وبعدها يصدقون ويدخلون الى مرحله تحقيق وكذا وهذا وبالنهايه يثبت عقد الزواج فطبعا عمامي ما يقبلون بهذا الشيء يريدوني اكبر شويه بس خوالي لا من يعني سمعوا بين البنات الحكي وصل لهم وصل للخالات وهذه عرفوا انه انا اريد الزواج امي علاقتها بي يعني مو قويه ما احكي لها كل شيء يعني احكي للبنات اللي بعمري بنات خالي بنات خالاتي فخوالي قالوا هاي ما نطيها إن يعني فأمه فرحت كلش حتى علاقتنا بيهم تكبر وهم حالتهم كل زينة وهم يساعدونا أنا بالبداية كنت ما راضي على الشخص هو نفسه واحد من يعني ولد خالي أني عبالي غيره كنت رايده واحد ثاني يعني هو مو حب بس كان عندي إعجاب شكله لك أحسن فكنت اتعارك ويا امي مو هذا انا أقصد اقصد غيره يعني ما اعرف شلون هم فهموا انه هذا لازم هسه يتزوج يعني قدموه فامي قالت بعد تي من حكيت وهاي العاده ما قلت ما شخصت اللي منو تريدين فاني وقعت بيها وكان لازم غصبا عليه انه اقبل اني ضده تماما تعرفين ليش؟ لانه اني تزوجت صغيره بالعمر وتاذيت يعني أني تزوجت ما بعد طفولتي رأساً من الطفولة إلى الأمومة فصعبة كان حمل ثقيل فما أشجع الزواج المبكر نهائياً للبنت حتى الولد ما أشجعهم أولاً عقول غير ناضجة ثانياً المستقبل المستقبل يتدمر لأنه اللي تدرس وتتزوج راح تنشغل ببيتها وبزوجها وأحياناً زوجي يبطلها هاي مساله طبيعيه، لا انا اقول البنيه تخلص دراستها وتامن مستقبلها والرجال موجود وين يروح. سبب رئيسي واساسي لحالات الطلاق داخل المحاكم. لان يعني الزوجه الزوجه القاصره مهما تكون هي ما تتحمل الحياه الزوجيه وعبء الحياه الزوجيه الحالي اللي هو المرات اللي نقول الزوجه الغير قاصره هي ما تتحمله. بما انه تكون طفلة عمرها 15 او 14 سنة او 16 سنة وهي تتزوج ولازم ينفرض عليها عبء ممارسة الحياة الزوجية وعبء الزوج وعبء الاهل والاهل هم اهل الزوج دائما ممكن انه يسببوا لها مشاكل ممكن يسببوا لها يعني بعض التفاصيل اللي هي ما تتحمل ما تتحملها نتيجة ضعف إدراكها بالنهاية وهم ما قصروا والجهاز ماتي كان شو يقول لك يعني ما حتى كنتور ما يكفي يعني وقد الأشياء اللي جابوا لي إياها والذهب والغراب وأمي فرحانة بي ورحت يعني تزوجت علاقتي بي علاقة يعني يعني شقد ما أنا جميلة وكلها تتمناني هو علاقته بي علاقة طبيعية يعني زوج وزوجة وما فاهمت أنا ولا هو فاهمني واكتشفت بعدين أنه هو دائما يخابر يروح يخابر يعني وي بنات يحكي يدخل الحمام اسمع صوته يحكي يدخل التواليت اسمع يحكي يروح بالصالة بغير مكان اشوفه يحكي وي بنات احنا نقول عذرا ايها الرجال اغلبيتهم هذا وضعهم اغلبيتهم متفرغين للعلاقات الخارجيه وتاركين بيوتهم احنا ما نقول بس على هاي البنيه هي هذه البنيه طفله وفتحت عينها على هذا العريس نقول بس انجرحت جرح قلبها باول زواجهم بس احنا نحكي بشكل عام ثلاثة ارباع نقول تسعين بالمية الرجال يخونون ازواجهم وانا يمكن عدة مرات كتبت مواضيع بخصوص هذا الموضوع يعني على الفيس مع الأسف تشوفي هامل أم بيته اللي هي شايلة اسمه مربيه أولاده أنا أقول عليها مربيه سستر خدامه غساله مدرسه كل شيء هي بالبيت يهملها يباوع برا يباوع على بنات الشارع يصرف على بنات الشارع ما يصرف على زوجته اللي هي لامه بيته وأولاده انطيني انطيني منو منو يا رجال تعب على اولاده بقد المراه انطيني عندك مثل كل هالمراه ودائما المراه المضحيه فلهذا حتى احنا عندنا المراه مضطهده يعني ما حد يرحمها رحمه ماكو تشوفين دائما من يصير طلاق بيناتهم المراه تصيح جهالي جهالي ما أوف جهالي ما أوف بينما الرجل ما يدير بال هذا الموضوع ويروح يتزوج وانتهى الموضوع بالتاكيد هو ماكو مبرر لعملية الخيانة نفسه عملية الخيانة هي عملية خيانة أسرة بالكامل وليست عملية خيانة شخص اليوم أنت لما توصل لمرحلة خيانة زوجية بالنسبة للزوجة أو للزوج على حد سواء هو خيانة للأسرة نفسه وخيانة لذات الشخص ينبني على هاي الخيانة ينبني على هذه الخيانة هدم للأسرة نفسه بالتأكيد إذا كانت الزوجة تحب الزوج زين ما تقبل بهاي الخيانه والزوج دا يحب الزوجه ما يقبل بهاي الخيانه وعليه ممكن احنا اليوم بالمحاكم العراقيه العديد من الحالات زين ويعني بالعشرات بشكل يومي واسبوعي تقام دعاوى حول الخيانه الزوجيه للتفريق هذا طبع بالرجل هذا طبع بالرجل يظل عينه على البره واي اكو عندهم ملكات جمال يباعون على الجقمات هيك بدي احكيها بهالمصطلح <applause> يعني من تباعين يعني اني اني قدامي صارت الحاله يتزوجون بناتي لعبن النفس لك ابني انت مرتك ايش ناقصها؟ هيك زين غير تاخذ وحده احلى منها؟ لا بس هو قالوها حظهن موضوع الخيانه الزوجيه وخاصه في مواقع التواصل الاجتماعي والمراسلات بشكل عام اذا كانت للزوج او للزوجه بشكل عام هو موضوع قانونيا مجرم مجرم اذا كان الفعل فعل يعني مكتمل او اذا كانت عبر مراسلات اوجب القانون العراقي واعطى حق للزوجه او للزوج بالتفريق وعليه اذا كان مرتكب الفعل هذا مرتكب فعل المراسلات الغراميه او المراسلات بين المراسلات الخيانة الزوجية هنا أوجب أعطى حق للزوج أو للزوجة بالتفريق بالنهاية وهو هدم بالنهاية هدم للأسرة ما أكو زوجة مثل ما أسلفت تتقبل خيانة زوجها ولا أكو زوجة يتقبل خيانة زوجة له هذا مو اكثر شيء اللي أكثر شي اللي تعبني، اكثر شيء اللي تعبني هو شغل البيت، اني قلت اني يعني كملت المتوسطه فاني ما قبلت انه اقعد بالبيت، قلت اقدم على اي معهد ما اقدر اكمل اعداديه، دراسه صعبه، فقلت اي معهد، هم ما عارضوا وهذا كان شرطي، فقدمت على معهد وبديت اداوم. من بداية اداوم طبعا بالبدايه كان شغل بسيط عليه بعدين ظلت تلود عليه هي مرت خالي هواي لودت بالشغل هذا الزواج طبعا منتشر بشكل كبير يعني ماخوذ من سن النبوي انه تنكح المراه لمالها ولجمالها وكذا لكن في الواقع كوا... نعم كواقع كواقع يعني اذا كانوا الزواج مبني على شيء مادي زين بالتاكيد هذا الشيء المادي ممكن ينتهي زين ومع انتهاء هذا الشيء المادي تنتهي معه كل تفاصيل الحياه الزوجيه وعليه هو بالنهايه انا باعتبار انه الزواج انه بنى على ركن مادي زين اعتقد انه زواج ذات مده محدده زواله يعني زواله يبدا عند انتهاء الشيء المادي زين هذا الزواج الزواج هو فكرة فكرة بناء أسرة فكرة بناء مجتمع زين وعليه يجب التمحيص في الاختيار زين للزوجة أو للزوج وأني أرجع أقول لك ضد الزواج مع الأقارب أنا ما أشجع أنا أحكي لك من خلال تجارب شفتها, <applause> شفتها ومريت بيها أنا راح أقول لك الغريب يستحي منك إذا أخذ من عندك بنية على سبيل المثال يستحي من عندك يحسب حساب لك القرايب لا هذا الموضوع محذوف خصوصا اذا كان الاخ ولا العام ولا الخاله يعني من هالباب ماكو فدائما نشوف انتبهي انت دائما الزواج الاقرباء فاشل ما عدا بالعشائر بس بالعشائر بالقرى والارياف قرى والارياف ناجح لان خلص هم معتادين على هذا النمط واكو اكو احترام، اكو تقدير آه، هذا العم له تقديره، هذا الخال له تقديره، احنا لا فاشل عندنا. بالنهايه هو زواج طبيعي وعادي وهو وجهان لعمله واحده، اذا كان زواج اقارب او زواج يعني معارف وكذا وهذا. آه المهم هو انه تكون الزوجه غير قاصره، انا بالنسبه لي انه الزوجه تكون غير قاصره وتكون ناضجه وتكون على حس المسؤوليه كزواج واطفال وبناء اسره، اليوم احنا مجتمعنا كبناء اسري يبدا من الزوجه ومن الام لان هي الام اللي تصنع الاطفال وتغذيهم بالافكار السليمه وبالنهايه توصل الى بناء مجتمع. وعليه يجب ان تكون انا يعني نظري ان تكون يعني الزواج يبدا من زوجه متمكنه جسديا وفكريا بعد بلوغها الثامن عشر من العمر وهذا ما اقره طبعا القانون العراقي وطحالة استثنائيه اذا كانت قاصره باذن الولي او باذن الولي بشكل عام او الوصي عليه اكو اكو حب عشق عشق وانتهى بالفشل هم الى اسباب اسباب التدخلات اسباب انه البنيه تتغير بعد الزواج الرجل يتغير بعد الزواج يعني هواي الى اسباب ترى مو اكو حاله مثلا بنيه اخذت اعرفها اني اخذت ابن خالتها خلينا نقول يعني الام البنيه حسبتها انه هو ابنها حسبتها ابنها وقالت له اوكي اخذ البنيه الذهب صار ويا متعاونين وياه وما طلبوا من عنده لا مهر لا حاضر ولا غايب اشياء جزئيه يعني هيك روتينيه وشون يقول اخذوها بلاش بالنتيجه انذلت البنيه انذلت لأنهم ما صرفوا عليها لانه ما تعبوا عليها شوفي كل شيء انت تتعبين عليه يصير عزيز عليك هاي مساله وارده وطبيعيه فالبنيه من راحت بلاش ما لها قيمه صار عند الرجال فلهذا هسه هي متحمله هذا كله في سبيل اولادها بس ما مرتاحه موظفه بطلها من الدوام وقعدها هذه نقطه جدا مهمه الرجال من يشعر بالنقص امام زوجته يحاربها انه هي شلون مكمله وموظفه ها على فكره هو ما مكمل هاي هم نقطه مهمه انه لازم واحد يجمع راسين متشابهان بالافكار مو اني بنتي مثلا خريجه أنطيها الامي على سبيل المثال لازم يكون مستوى التفكير مثل مستواها زين مو اني اني بنتي خريجه او ابني خريج ممكن يكون الولد خريج والمراه اميه يوجهها ممكن بس من تكون البنيه خريجه والرجل امي لا صعب راح يشعر بنقص امامها ويحاربها فبطلها من الوظيفة وتعرفين هاي الوظائف قد بصعوبة واحد يحصلها وقعدها بعد مرور عشر سنوات دوام ومضطرة عايشة بالمذلة في سبيل أولادها ما تقدر تعوفهم فهاي وحدة من الحالات واذا اكو شيء يصير فيحاسبوني إن الي اني يعني. اذا اكو تقصير بالشغل يحاسبوني إن الي اني يعني. فكنت ما اتحمل هذا الشيء واروح ازعل يم امي امي يعني تحملي تحملي يعني بقيت انا سنه كامله لحد ما صارت مواقف كلش يعني استفزتني من تصير مثلا مشكله وكل احنا قاعدين وانا عندي هم عند بعد اخوان اثنين متزوجين يجي ابوهم ويحاسبني يحاسبني قدامهم كلهم يعني هو خالي يحاسبني قدامهم كلهم وشون حسيت انه انا صغرني قدامهم ما مثل حتى لو انا كنت غلطانه على اشياء والله لو قلت تافهه على شغل بيت لو على طبخه لو على تاخير دوام وهذا التاخير مرات يصير ازدحامات يعني مساوي انا مسوي خط مو بيدي اني هو الولد ابد ما عنده اي شخصيه ياخذوا بكلام امه وابوه، فيجي الاب يحاسبني الي وقدامهم كلهم ويصغرني وباقي يعني كله يباعون لي بنظره مو حلوه وصاروا ما يحترمون وعلاقتي بهم مو هالقد لانه أنا دائما اللي اللي هيك يعني شلون اقول حشاك يقولون هاي الثوله اللي ما تفتيهم اللي ما يقدرون انه انا جاي بنفس الوقت جاي ادرس ويعني وياهم يعني ما مقصرة وفوق انه انا ما متوقعين اصلا انا مدللة يا امي يعني ابد ما اشتغل ولا اعرف اسوي اكل يعني من يقولوا لي سوي غدا طبعا يطلع بي نقص لاني ما طابخة ما اعرف واطلع على اليوتيوب واباوع واسوي فطبعا يطلع بي نقص يجون يحاسبوني بدل ما انه يعلموني الاستغلال انه حسب الميانة انه بنت اختي او بنت اخويا وغصبا عنها تتحملني او معتادة هي يحاسبها فما يحسب حساب انه خاف تزعل او امها تزعل او كان من يكون يعني بحسب الميانه شون أنا مثل ما احاسب بنتي احاسبها ولو اكو بعض الرجال ما يحاسبون بنتهم يحاسبون تشنه هاي مساله يعني منتهين منها واكو نفس ما حضرتي ذكرتي اكو عكس اكو عكس اكو انه يدير باله عليها لانه بتخته يحترمها لانه بتخوه عرفتي شلون يذل الغريبه هي النفسيات حسب النفسيه مالت البشر وتربيتها ترى مو شرط تبقى قاعده ثابته. كتفكير الزوجه الزوجه القاصره تفكيرها اللي هي تكون عمرها بسيط 14 13 سنه فما دون يعني 12 سنه ممكن انا شفت حالات عمر 12 سنه كتفكيرها راح يكون تفكير طفله مو تفكير زوجه بالنهايه وهذا مهم زين احنا اليوم لما تاخذ امراه ناضجه زين او حتى لو نعكسها زوج ناضج زين ممكن زين امراه ناضجه زين يجب ان تكون يعني عندها فد وعي وادراك زين اكتسبتها من خبره سنين بالضبط صح. وعلي هذا الزواج يعني زواج بالنهايه سبب مشاكل عديده بالمحاكم العراقيه وسبب زخم في حالات الطلاق بالنسبه للزوجه لعدم التفاهم بالنهايه فاني هو هذا السبب كان وكل ما زادت الاشياء ظلت تتراكم ظلت تنزعل وظلت اسعى اروح هناك هم يجون يتهجمون على اهلي قدام المنطقه هم ولدهم ويصيحون وطلعوا في شو طريقه يعني عبالك ما اعرف وحده خاطفينها فاحنا وصلنا مرحله بعد هاي خلاص انا يعني ما اريده ولا هو يريدني هو اصلا ما كان إلى اي دور ولا شخصيه ولا يتصل ولا كل هم يحجون وهو لا شيء ما ما له اي شخصيه يعني مثل هو تزوجوه وهو كل شيء سووا له أو ما إلى أي رأي فأنا قلت يعني ما مضطرة يعني إنه بعد من بداية حياتي والحياة بعد شيء وأنا كلش يعني مقتنعة بالطلاق يعني أنا قرار الطلاق أبد ما ندمت عليه ولا لحظة الزوجة دائما هي مضطهدة بالنهاية مع الأسف بالمجتمع بشكل عام قاعد نشوف احنا بالمحاكم العراقيه انه الزوجه دائما مضطهده حتى في حال حصول خلاف بين اهل الزوج واهل الزوجه دائما هي تكون النقطه الاضعف بالخلاف هنا في حال اللي ذكرتها انه الزوج الزوج واهله تعرضوا للزوجه بالتهديد والسب والشتم امام الجمهور وامام الشارع وكذا وهذا من حقه قانونيا انه تقيم شكوى بالتحقيق حول حول التهديد وحول اي فعل سب وشتم حصل له زين وعليه ممكن تقيم الشكوى وتتخذ اجراءات قانونيه بهذا المجال وتاخذ حقها قانونيا بمحاكم التحقيق ومحاكم الجناح. وين القرابه؟ دور القرابه شنو؟ لما انتم تروحون تهدون على بنيه بيتهم على مود الطلاق وعلى مود الامور تريد يردوها تسير على مرامهم. وين صلت القرابه؟ وين صله الرحم؟ هنا نرجع للنقطة نفسها اللي حكينا بيها غلط زواج الأقارب هذا الغريب ما يسويها ترى أولا يستحي ثانيا يفكر عشيرتها غير عشيرته يقول لك خاف يحاسبوني عشائريا بينما من يكونون حتى لهالشيخ الشيخ ما يتدخل يقول أنا شو علي أنتم بيناتكم الجيران ما يتدخل هواية أمور تصير ضد المرأة الأهل ما ما لهم أي علاقة بموضوع أنه الحالة المادية تعكس على ابنهم لا الابن شنو املاكه؟ شنو عمله؟ ايش قد يدخل الدخل الشهري له؟ ايش قد يكون؟ وعليه تقدر قيمه القسط للمؤخر، وهذا طبعا ممكن اذا يعني هذا المؤخر او القسط للمؤخر يكون بسيط ممكن تعترض عليه وتزيد المؤخر حسب الوثائق اللي تقدمها والادله والبراهين للمحكمه. فقلت لامي اذا يريد خلي طلق يعني ما ارجع، طبعا جابوا لي اغراضي جابوا لي اشياء بسيطه. الاشياء اللي قلت عليها عليها مشتريتها هاي الكومه كلها ما ما حصلت عليها طلقني سيد من هو طلقني يعني اني شلون قلت هاي يمكن راح تفيدني وما حسيت صحيح انه راح تفيدني فمن رحت للمحكمه لها يعني يعني قافله هم شنو هو ما طلق عباله انه اني يعني فتره وراح ممكن اتالم واضوج من كلمه مطلقه وجوز ارجع حتى قبل لا تنتهي العده هيك هيك يعني واثقين وحتى من يجون يتهجمون علينا شلون اذا يضغطون علينا انا لا بالعكس الورقه اخذتها ورحت للمحكمه وهناك يعني شفت لي محاميه حبابه وزينه وفهمتني وقلت لي كتبي القائمه آه مالتش الاثاث الزوجيه، الاثاث الزوجيه هو حق مقر للزوجه وفق القانون الاحوال الشخصيه العراقي. آه التنفيذ يكون عليه بشكل مباشر زين في حال انه الزوج باع هذا الاثاث او تصرف به باي طريقه كان يحق للزوجه اخذ اخذ قيمه الاثاث بشكل مباشر وبدون تقسيط. هذا بالنسبه للاثاث الزوجيه. عليه انه الحاله اللي امامنا انه هي اخذت الاثاث الزوجيه بتنفيذ من قبل دائره التنفيذ الموجوده بالمنطقه. سحبت الاثاث واخذتها وهذا حقها الطبيعي وفق دعوى اقامتها اقامتها بالمحكمه وحصلت على حكم قضائي بالقائمه كلها. نعم. اما من ناحيه انه تنفيذ، مرات التنفيذ تعرفين يعني يتاخر فتره محدده وبالنهايه هو يحصل زين؟ يحصل والنتيجه الايجابيه انه تاخذ حقها كل الاثاث. وفق القائمة المعدة تأخذها من ال من الألف للياء يعني كلها تأخذها بالرغم ما صارت حالات طلاق أكثر يعني اليوم أكو عقد قران مقابلة خمسين حالة طلاق لأن عدة أسباب والأسباب إنه الزواج المبكر للولد وللبنية تلقي لا شغل ولا عمل تعال زوجك زين هذا هم نقطة جدا مهمة وبنفس الوقت صار الزواج عبارة عن لعبة أكو, ها أكو بعض النساء البنات يعني خلوا الزواج تجارة نطلب مهر غالي حتى نطلقه ويبقى عندك حاضر غايب تأخذي راتب لك فأكو أكو صار زواج مصلحة زواج صفقة تجارية مو مثل قبل الناس تدور ستر أكو قبل كان يقول لك إحنا بس أريد بنتنا تنستر هسه ماكو صارت تجاره بالتاكيد اكو زملائنا المحامين نلتج الى طرق هي طرق التفاوض مع وبعد ما ناخذ رخصه من الموكل نتفاوض مع الخصم حول التنفيذ ممكن انه من من الى دائره التنفيذ ويصير بالاتفاق زين وكل الاشياء تنحل بالاتفاق وهذا الاتفاق نحوله الى صيغه قانونيه معده من قبلنا وعلى اثره كل الاحكام القضائيه تنفذ بدون دائره تنفيذ ممكن هذا التصرف يكون كمحامي ذكي يتصرف بهذا الاتجاه ويحقق هاي النتيجه بالتاكيد طبعا بس انا بصعوبه اخذت القامة ما ما مطوني من رحنا احنا على مود ناخذهم ويانا يعني هم اجوي وما قبلوا وبعدين هي المحاميه قالت ايش علاقه أنا راح اتكفل بكل شيء واني اعطيتها يعني فلوس وهي ما اعرف شلون يعني جابت ناس هوايه ودخلوا عليهم فجابوا وراضي يعني بعت كل الاثاث وهاي مال الغرفه يعني بس الملابس مالتي اللي يعني اكو بيهن حتى ما استخدمتهن يعني اكو بيهن صدقه هيجي قلت يعني ما ما احتاج لاني يعني راحت فرحتي بيهن وبقت بس الموضوع مالتي انه اني الحمد لله هاي السنه يعني تقريبا هو زواجي ما صار حمل اقول الحمد لله لانه شنو ذنب اذا اجى فبقت بس المؤخر يطيني اياه واني اللي هسه المؤخر مالتي يعني بال بهاي الاشياء لازم اروح واجو واللي هسه انا يعني ما محصله اي شيء وخايفه انه خاف ما يطيني المؤخر مالتي يعني رقم يعني كان 25 فوايد حقيقه قيمه مؤخر الطلاق أو مؤخر الزوج مؤخر الزوجة, مؤخر الزوجة. آه نعم حقيقه قيمه مؤخر الزوجة يكون آه بالتنفيذ بدائرة التنفيذ ممكن الزوج يدفع دفعه واحده اذا كان هو آه يعني عنده استطاعه ماديه او ممكن يقسط عليه بشكل آه يعني اقساط الى ان ينتهي ينتهي المؤخر بشكل كامل هنا يعني القاضي يعني يدرس حاله الماديه للزوج وعلى اثره يحدد له مبلغ للقسط يتم دفعه خلال مده محدده وهذا يعني يعني قانون قانون التنفيذ وكذلك القوانين العراقيه اعطت الحق للزوج بالتقسيط المؤخر. قبل كان ترى التلفزيون كل شيء بيه هذا افتح يا سمسم مو مال اطفال ترى كان بيه دورات تعليميه كل شيء حلوه عندك البرامج القواعد وغيره والكرتون كان بشكل عام كله كان يدرس يدرس هسه ماكو لا برامج اطفال عندنا اللي تسوي توعيه لهم لا برامج للبرنامج للمراه يسوي توعيه لا ندوات تسوي للمراه توعيه وللشباب مثلا اني هوايه اكو افكار براسي من خلال المؤسسه اريد اسوي ندوات يعني اختار لكل فتره موضوع مهم اللي احنا نعاني منه فماكو اي توجيه ولا الاهل يوجهون اهل ماكو ماكو حسبيهم ماكو ماكو توجيهات من الاهل هو مو هواي عليهم حالتهم زينه بس انا خايفه اخاف لي يعني ما ينطيني اياه واريد اسال بهذا الموضوع اي المحاميه ما مقصره وجاي تمشي قالت انا جاي امشي بالمعامله بس صبري هو عادي اذا تتاخر سنه ست اشهر مو يعني شيء طبيعي بس انت راح تحصلينه اجزاء انا ريت اريده كامل بس ما يقدرون يعطوني اياه هم يقدرون ماديا بس هم يعني شلون واحد اللي ما يريد يكسر كلمته ما يريد يعني حتى لا يقول هي دفعت فلوس يخافون على يعني نظرتهم بالمنطقة وبين الناس بس حقيقة خلي تقدم يعني مباشرة أي شخص عنده اعتراض على مؤخر يعني قصة المؤخر ممكن يقدم اعتراض وممكن اعتراض على الحكم وممكن يقدم يعني خبراء آخرين يقدرون قيمة القصة المؤخر وتمشي الاجراءات وممكن يزيد تقل المده بالتاكيد. المؤخر العالي هو زين ومو زين. زين انه الرجل يبقى يفكر مهرها عالي ما اقدر اني اسوي مشاكل وياها او ما اقدر اطلقها او ما اقدر اتزوج عليها من هالقبيل. اذا تنطيها بدون مهار ما لها قيمه لا يم زوجها ولا يم بس احنا نقول اهم شيء انه فتره الخطوبه تطول. هذا رايي اني. يعني. فتره الخطوبه تطول ويكون اكو اكو تقارب باستمرار لانهم ما تعرفين لا الولد ولا البنت فتره الخطوبه من تطول هوايه امور اكو ناس يقولون لا من تطول فتره الخطوبه تصير مشاكل لا بالعكس انا ضد هاي الشغله فتره الخطوبه اولا الولد والابنة واحد يعرف الله اكثر شكو سلبيات تبين لانه انا اليوم اذا اخطب ورا شهرين ثلاثه الزواج شفتها متاني من الابنة واهلها كل شيء ما مفتهمه بعدين اتفاجئ بشغلات ما شايفتهن اني ففتره الخطوبه تطول افضل للاثنين يعني بصراحه الحمد لله هسه وضعي اني تمام استمر بدوامي و صراحة صح لو على امي انا يعني رجعت نفس الشيء مصرفي والخط وهاي بس ان شاء الله اعوضها بس تنتهي يعني, يعني قلت انه هذا الفلوس اللي تجيني اسوي بمشروع مشروع او اني يعني اشتغل به لانه مقرر انه انسى هذا موضوع الزواج لان سرعت به وان شاء الله افهم شنو الزواج يلا قبل لا اتزوج واختار الانسان اللي صدق اني راح احبه واكمل وياه اريد اوجه كلام لبعض الرجال اوكي يعني اتمنى انه يديرون بالهم على عائلتهم على نسوانهم وبالذات البخلاء اكو رجال شوفي الرسول نبذ البخيل عليه الصلاه والسلام فاكو بعض الرجال حالات مرت قدام عيني هسه اجت بخاطري البخل يهجم بيوت لانه المراه تحب انه زوجها يتذكرها تحب انه من تشتهي شيء او تحتاج شيء زوجها يقول لها ضمن الاصول مو بالافراط عرفت شلون؟ فاتمنى انه هاي الحالة يعالجوها الرياجين الحلوين انه يلتفتون على نسوانهم بكلمة حلوة باهتمام بالاضافة الى المادة لا يكون بخيل ماديا ولسانا بنفس الوقت نصيحة طبعا الكل اهنة زين انه يتأنى باختيار الزوج او الزوجة ويبتعد عن زواج القاصرة زواج القاصرة يا اخوان هو زواج زين هدم للاسره من منذ بدايتها زين هدم للاسره نفسه الزوجه تحتاج الى نمو تحتاج الى فكر تحتاج الى وعي زين للوصول الى مرحله بناء اسره سليمه وتقدم شيء للمجتمع اليوم لما تكون هي قاصره راح ما تقدر تحل لا مشاكلها ولا تقدر تحل مشاكل اطفالها ولا المشاكل الاجتماعيه الاخرى اللي حواليها وعليه نصيحة أن يبتعدوا عن هذا الزواج زين تحتاج إلى نمو ووقت محدد اليوم حددها قانون العراقي بسن ال 18 سنة زين للزواج أعطوا مجال إلها أعطوا مجال لفهم مداركها فهم إحساسها الداخلي وكذلك وصول إلى بناء أسرة سليمة زين تبني مجتمع سليم